الموعد موعد امتحان شهادة البكالوريا، وأبواب الثانويات تستقبل المترشحين إلى أن توصد الأبواب على التاسعة، بعدها أنت في عداد المقصيين. هؤلاء المترشحون تأخروا عن موعد اجتياز امتحان مادة العلوم الإسلامية بخمس دقائق فقط ببلدية سيدي عمار ولاية عنابة، تم إقصاؤهم، وسنة دراسية بأكملها ضاعت منهم. ومنهم انهم حتى يعقبوا لنا غدوه، معليش تروح الماده تاع اليوم المهمه يروح لنا شبكك، بس تعبنا عام كامل وقرينا عام كامل، تعب تاعنا نتمنى ما يروحوش يشوفوا حتى الوالدين اللي تعبوا علينا واللي خسروا علينا. دائما نقولها يا سيد وزيرة التربيه شوفي له وجوهنا وخلينا نعقبوا اليامات الجايين. كي جيت لهنا على الوحده جيت راح نعقب قال لك هك مقصي عام كامل تسمى قريناني معاود العام هذا الثالث، انا العام اللي فات عاودنا نورمال خلاف في رمضان وزيد كيف العام هذا الثالث يا حرام. بصح هما كيعملوا روتار يعرفوا يعملوا روتار، بصح حنا ما نقدروش، رمضان وصايمين وتعبين حفيظه مبكر ونسهروا ما ننساوش ثلاث دقائق يضيع المستقبل تاعنا كيما كان. الوحده قد قفلوا الباب في وجهنا، مام با ما خلاوناش حتى نحكي، الوحده قد كنت لهنا انا الباب تقفل في وجهي ضيعوا لي مستقبلي حياتي، انا هذه الباك نستنى في حياتي كامله. آية حرمت من إتمام ما تبقى من شهادة البكالوريا، لكن ليس بسبب التأخر. أنا إقصاء تاعي هما حبوا يقصوني، داوها معايا مسألة شخصية أنا ما نعرفهمش، ما درت لهم والو، ما عندي حتى خطأ، ما نقلت، ما جيت روتار، أنا لحقت في الوقت. الروتار تاعي كان داخل الثانوية، الروتار ديالي على جالهم، هما اللي عطلوني. مناوشت مع خويا بصح هادك يتحاسب، هو حاسبوه وشكاو به وقضوا على زوج من عائلة وحدة في نهار واحد. هي قصص بعض مترشحي البكالوريا مع شهادة طالما انتظروا خوض غمارها والظفر بها، لكنها حملت لهم في طياتها أخبارا غير سارة عنوانها الإقصاء.